أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أعيش في بلد تنادي بحرية الأديان، وأحتك كثيرا مع بعض النصارى، فكيف أتعامل معهم حيث أنهم يحسنون معاملتي؟ التعامل معهم في الأمور المباحة، البيع والشراء، هذا لا بأس به. أما التعامل معهم بمعنى أنك تقرهم على ما هم عليه وتستحسن ما هم عليه وتقول كله دين، هذا دين وذا دين، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، هذه مساومة على الحق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.